حوراء حسن بتقول: بعد اذنك محتاجه استشاره من حضرتك، انا عندي طفل 3 شهور وبدرس حاليا علوم شرعيه على النت، وباذن الله قريبا هنزل مسجد واعطي حلقه قران للنساء. اشجعك جدا على الامر دوت. كنت حابه اعرف ازاي انظم وقتي واهتم ببيتي وزوجي ونفسي واكون مؤثره في المجتمع واغير في نفسي جدا، واقدر اغير في نفسي. تمام، اغير فيه. تغير في زوجك؟ طب هنتكلم على الجزئيه دي. حاجه كمان بعد اذنك عايزه اعرف: كتب ودروس عشان تربيه الاطفال، ازاي اقدر اكون ام صالحه واربيه خطوه بخطوه؟ ده انت عايزه حلقه لوحدك يا حوراء. اولا بحيي كل واحده يعني بتشتغل على نفسها وبتنمي نفسها وبتعرف علم شرعي. اولا انا يهمني نواياكي في دراسه العلم، سواء العلم الشرعي او العلوم الدنيويه. نوايا فيها ايه؟ ان انا افيد نفسي وافيد بيتي واولادي وزوجي وافيد الامه الاسلاميه. الاصل اللي انت تسالي عنه اولا بيتي واولادي، تسالي نقول لكم راعي، وبعد كده فضل الوقت مثلا، بس ان شاء الله مش فضل يعني، ان شاء الله نعمل له وقت اساسي. والست لما بتعوز على فكره وتنظم والله بيبقى عندها بتاع 5 ساعات في اليوم فاضيين. وهقول لكم ازاي انظم وقتي ازاي. لازم احدد ورقه وقلم واكتب المهام. ما تستقلوش بالكلمه اللي انا بقولها لكم دي تاني وبكرر عليها، ما تستقليش انك تجيبي ورقه وقلم وتكتبي بالليل انا عندي الصبح اصحى كذا من كذا ومن الساعه كذا للساعه كذا اعمل كذا ومن كذا لكذا اعمل كذا. مهم جدا، مهم جدا جدا ان احنا نعمل الامر ده، وهعمل معرفش كذا، وبعدين هنزل، وبعدين الوقت بتاع البيبي، وبعدين التنظيف، وبعدين رتبتي 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 وحطيتي الحاجه اللي انت كنت حاطاها نص ساعه خدت ساعه الا ربع. حلو، احسن ما تاخد ساعتين. الحاجه اللي انا مسوفاها دلوقتي كمان شويه مش محدده وقت، لكن لو محدده وقت هتلتزمي بقلب الوقت. تاني حاجه بدعو الله سبحانه وتعالى بالبركه، وببتدي يومي من صلاه الفجر. طبعا جميل جدا ابتدي قبلها وركعتين القيام الحلوين بتوعنا دولت، وبعدين صلاه الفجر والاذكار، وابتدي يومي بيبقى فيه بركه غير عاديه، وخصوصا الفتره الاولانيه. كنت لسه قارئه دراسه لباحث في جامعه كامبريدج كان عامل على موضوع ان معظم الشعوب العربيه كائنات ليليه، انها بتسهر لحد الفجر وبعدين يناموا عاده، وخصوصا النساء بتنام لحد فتره مثلا الظهر وكده لانها سهرانه طول الليل، وبعدين تصحى من الفتره دي. بشوف حال والله وعن خبره وتجربه، بشوف حال الزوجات والامهات اللي في الفتره بتاعه الناس اللي بتظبط يومها فعلا من الصبح وبتستفيد بفتره الصبح، والشعوب يعني الشعوب باديه من الساعه 6 الناس كلها صاحيه، الناس في الشارع 6 دي الميكروبوس ملقد عامل كده يعني، والناس كلها صاحيه وخلاص. ما تريهم بيجوا الساعه 5 و9 دي بيبقى اخرهم، اللي بيعمل صوت بعد 9 ده بيجيبوا له الامن. فبس استفاده كامله بالنهار. فالدراسه بتقول ان في امراض كوليسترول وسكر وما اعرفش وقلب وكذا ودهون على الكبد ومش حاجات. طب نعمل ايه؟ ما العيال صاحيه بالليل. بنظم، وكنت قلت طريقه قبل كده جميله جدا، ارجع للفيديوهات ازاي ان انا انيم اطفالي في فتره وانظم. طب طفل بيرضع ومش كذا، معلش فتره وهتعدي، لكن ما يبقاش ده سمت حياتك بالتنظيم وبالحاجه وبالوقت. النقطة اللي أحب أعلق عليها: أغير في زوجي. إحنا ما بنغيرش في الأزواج ولا في أي حد إلا إذا كان الشخص حاسس إن عنده أمر وهو عايز يغيره. أوكي خلاص، أنت عندك أمر وحسيت إن أنت محتاج تغير الأمر ده، توكلنا على الله. لكن إحنا بنعمل إيه؟ بندير الموقف، ونفضل إزاي نتعامل ونتعايش، وفي نفس الوقت نوصل لمرحلة في النص ما بين ده وده. لكن تغيير لا.